ينضم إلينا السيد خالد السراي عضو ائتلاف في دولة القانون معنا من بغداد. أهلا بك سيد خالد في حصاد التغيير الإخباري. يعني هنا أريد أن أركز أبدأ بموقف السيد المالكي الذي يتمسك بخيار الحكومة التوافقية، وهنا نسأل يعني أنتم كائتلاف دولة القانون يعني هل تمتلكون الأغلبية كي ترفضوا أو تتمسكوا بأمر الآخرون هم الذين يمتلكون زمام الأمور وليس دولة القانون؟ أنتم لستم أغلبية اليوم في البرلمان. تحية طيبة للجميع. الله محمد. بالتأكيد أولا مطلب الأغلبية السياسية ما حد يزود على دولة القانون، لأن هذا المطلب مطروح من قبل الانتخابات السابقة، لكن المسألة الآن الوضع السياسي الآن ما رافق الانتخابات طبيعة الطعون وحقيتها كل هذه فرضت. أما من حيث أنه يمتلك أو لا، الدولة القانون جزء من الإطار السياسي، وبالتالي الإطار السياسي للآن لهذه اللحظة هو يمتلك الكتلة الأكبر لو عقدت جلسة البرلمان غدا، على اعتبار تحت قبة البرلمان تحدد من هي الكتلة الأكبر، وبالتالي قادر. لكن الإشكالية هنا أنه أنت مدام الكرد عمليا الآن مجتمعين في كتلة واحدة كما هي الواجهة السياسية السنية، فما معقول الأغلبية تطبق فقط على الواجهة السياسية الشيعية، وبالتالي لملمة البيت الشيعي هذا مطلب مرجعي، مطلب شعبي من المجتمع الشيعي أنه يوحدونها. إذن هو من حالتين موقفه قوي، من حالة إذا فرضت حكومة الأغلبية أو طرف ما يشارك بها شيعي فهو يمتلك الكتلة الأكبر، وإذا تمت العملية بالتوافق فخير على خير، لأن الوضع السياسي الآن الجميع يرغب بالمشاركة، فممكن أن تحرم طرف. وما مرينا بتجربة 2018 عندما كانت كتلتين تضم كامل مكونات أو واجهة سياسية المكونات العراقية، رغم أنه بعدين صارت الصفقة بينفتح وسائرون، وبالتالي عانينا ما عانينا بهاي المرحلة. نعم سيد. اللي أعتقد أنه الأغلبية الآن مطلب وطني. نعم نعم سيد خالد، بعد الترحيب بك مجددا. تحدث الائتلاف أيضا عن اقترابه من تشكيل مؤسسة سياسية تضم قوى الإطار التنسيقي وقوى أخرى أيضا تنضوي تحت هذه المؤسسة لتشكيل الحكومة المقبلة. ملامح المؤسسة التي يتم الحديث عنها في الأروقة السياسية؟ لا، للأمانة هو من قبل حوالي 3 أسابيع طرحت داخل الإطار التنسيقي مفهوم حصل على الموافقة الكاملة أنه كيف يتحول الإطار التنسيقي إلى تحالف سياسي، بالتالي اتفق على أنه يعني ما لاحق أنه ناطق رسمي واحد تشكيل وفود للتفاوض من كامل مكونات الإطار السياسي، وفود تفاوض انطلقت يعني البارحة من كانوا مع عزم، مع كتلة عزم كان من يعني من أفراد الإطار السياسي، اليوم باللقاء مع الديمقراط الكردستاني برئاسة هوشيار زيفاري كان هم تشكيلة موجودة. يبقى الناطق ننتظره، يبقى أسس إعداد نظام داخلي لهذا الإطار ليتحول إلى تحالف سياسي. نعم. يعني أنت قبل قليل طرحت فكرة وقلت على لسانك، أنا هنا أذكر المشاهد، واجهة سياسية شيعية، استخدمت هذا المصطلح واستخدمت مصطلح لملمة البيت الشيعي، هذا يعني أنكم تريدون إعادة العراق إلى المربع الأول، مربع طائفي أثني، هذا يعني أنكم تريدون تكوين حكومة مقبلة طائفية مبنية على أسس طائفية سنة شيعة أكراد. الخطاب الصدر اليوم تعدى هذا الموضوع، حتى العراقيون تعدوا هذا الموضوع. يا سيدي هذا تفسير حضرتك لما طرحته، مو تفسير، هذا كلامك أنت، كلامك أنت سيد الفاضل سيد خالد. أنت قلت واجهة سياسية شيعية ولا بد من لملمة البيت الشيعي، طب البيت الوطني وينه؟ الشيعي. لماذا؟ لماذا؟ لأنه إحنا أمام حقيقة أن الأغلبية تعني أنه لا يشارك الجميع وتصبح أغلبية معارضة وطنية مقابلها أغلبية وطنية على أساس المكونات. من قلت هذه الملاحظة لأن الواقع فرض، لماذا القبول بكامل الكتلة السنية، لماذا القبول بكامل الواجهة السياسية الكردية،
أن الطرف الشيعي يجب أن يشطر. هذه العملية اللي فرضت أنه عملية يجب لملمة البيت الشيعي، لأني ما معقولة يدخل كأقلية سياسية عمليا أي طرف سواء إطار سياسي أو التيار الصدري، لو دخل منفردا فلا يدخل بالشكل اللي يعكس قوة المكون السياسية. هذا الإشكال من حقنا أن ننظر له ونأخذ بنظر الاعتبار. نعم. طيب سيد خالد، الجميع إذن يتحدث عن مسألة الحلحلة، توصل لتفاهمات من نوع معين واللملمة أيضا إن صح التعبير. هل أنتم في دولة القانون مستعدون، بداية نبدأ من الائتلاف، مستعدون لتقديم تنازلات لإنقاذ العملية السياسية والتكاتف بهكذا مرحلة حساسة؟ هو هذا الفرض، يعني كل هذا القبول بمفهوم التوافقية هو حساسية الوضع السياسي. احنا امام مرحلة انسحاب امريكي، مرحلة وضع سياسي جديد يدخل للبلد بالتأكيد، هذا اللي فرض. وبعدين احنا يعني الواقع السياسي يقول ان الكرد رغم خلافاتهم سيدخلون كتلة واحدة، وكذلك الواجهة السياسية السنية. اذا هذا اللي فرض انه قبول بالتنازلات. هنا نجي لمفهوم التنازلات. اولا الرئاسات الثلاثة حسمت انه هي امام تغيير، وكان هذا مطلب الاطار التنسيقي من البدايه، والبعض استغربه. لكن ظهور كتله عزم المفاجئ بهذا الحجم اعاد فعلا الامكانيه لانه تشمل الرئاسات الثلاثه على اعتبار رئاسه الجمهوريه، ورئاسه الوزراء كانت محسومه انه امام التبديل، كان بس رئاسه البرلمان. التنازلات لا، مو على حساب كل هذه مراحل الانحدار. يجب ان يكون هناك برنامج حكومي، رئيس وزراء توافقي، من أقول توافقي مو رئيس وزراء تسوية، أكو فرق حقيقي. رئيس وزراء تسوية عادل عبد المهدي الكاظمي، لكن الآن بعد ما ينفع هذا الموضوع، يجب أن يكون يتفقون على رئيس وزراء من أجل الوقوف خلفه ودعمه. نعم. يعني أنت قلت من حقكم أن تنظرون إلى لملمة البيت الشيعي، وأن الواقع السياسي يفرض نفسه، وهو أن هناك كرد سنة شيعة، ولكن هناك من يرى بأن هذا خطاب تقسيم لمفهوم الوطنية. الوطن أكبر بكثير، مفهوم الوطنية أكبر بكثير من مفهوم الطائفة والقومية. وبالتالي هناك من يرى بأنكم تعملون على تأسيس حكومة من منطلق طائفي وإثني، وبالتالي الرجوع إلى المربع الأول. هذا هو الطرح الآخر، الطرف الآخر هذا ما يطرحه. شوف سيدي الكريم، دولة القانون ب 2010 خرجت من الائتلاف الوطني الشيعي من أجل إتاحة الفرصة أمام كسر هذا الواقع السيء اللي اسمه كل الكتلة السينية بواجهة، وكل الكتلة الشيعية، وكل الكتلة الكردية. واقع السياسي، أنا الآن يجب أن أشكل حكومة. أحيانا الواقع السياسي يفرض عليك عملية ما جرى بها الانتخابات، الأعداد تفرض عليك الطرح انه المشكلة فقط بين الشيعة، عصبت حتى التزوير، وكأنه التزوير عصب رأس شيعة فقط بين الشيعة. لماذا مصطلح شيعة؟ لماذا مصطلح شيعة؟ لماذا لا تقول التيار الصدري، مو انت غير الحزب الفلاني، غير جيد الحزب الفلاني؟ جيد جيد. لماذا هذه المصطلحات الطائفية؟ لماذا تحاولون زرع المفهوم الطائفي مرة ثانية؟ لا تقول لي واقع، واقعنا هو واقع الوطن، العراق الواحد. شوف، بعيدا عن هذه المسميات الطائفية، هذا هو الجوهر. أخي الكريم، نعم. أخي الكريم، أرجوك أنا بعيدا عن الشعارات اللي نقدر نحكي بها للصبح، وبعيدا عن الكلام غير الواقعي، إحنا دا نحكي أمام تشكيل حكومة. مدى نحكي الآن ما مطلوب؟ مطلوب طبعا أنه أغلبية، ومطلوب كسر المحاصصة، ومطلوب خروج العراق من التجمعات الطائفية وتكتلات. لكن أنا من أتكلم واقع، مو أتكلم أحلامي وشفهيا، ولا أرد أثبت على الطرف الآخر نقص. أعطني كتلة سنية تدخل غير مجتمعة، وكتلة كردية تقول أنا أدخل بالأغلبية، بالتأكيد ينعكس على الشيعة. لكن أنت مو تفرض علي أنا فقط يجب أن نتمز، يعني أنشطر شطرين لكن البقية متكتلة، وبالتالي أدخل أقلية سياسية. هذا من حقنا، لكن مو بحثا عن الطائفية. هذا واقع. معنى ارجع اقول لك الشعارات سهله والاحلام سهله وكل اللي انت نتمناها، لكن الواقع يقول غير هذا.
طيب سيد خالد، في سؤال ربما يكون الأخير، اللقاءات أو التفاوض كما أسميته في بداية حديثنا معك، التفاوض واللقاءات وغيرها من الأمور التي تحدث، هل ترتقي لمستوى تفاهمات أم أنتم تقومون بإجراء حوارات فقط كما يرى مراقبون لجس النبض لمعرفة إمكانية دخول قوى دون أخرى بالتحالفات بعد تشكيل الحكومة أو بعد المصادقة على النتائج؟ لا نعم سيدتي، أولا من حيث التفاهمات أو عمليا كانت دولة القانون هي الآن جزء لا يتجزأ من الإطار التنسيقي، كانت عدة تفاهمات حتى ما قبل الانتخابات، تفاهمات مع أطراف كردية وتفاهم مع أطراف سنية. الآن أكو إشكالية بالعراق بالخارطة النواب أو مجلس النواب القادم، أن هناك كتلة كبيرة مستقلين، وهؤلاء المستقلين جاءوا وانضموا لكتل وخصوصا الإطار التنسيقي، لكن لا يعلنون إلا بعد المصادقة خوفا من التلاعب بمقاعدهم، وبالتالي راح تصير الصورة واضحة بعد المصادقة، ستكتشفون الحجم الحقيقي للكتل، لأنه إحنا عندنا عدد كبير جدا من المستقلين، وهؤلاء مو جميعهم مصرين أن يبقون معارضة أو يبقون بمفهوم الاستقلالية، إنما يحتاجون أن ينتمون لكتل للمساهمة بالتغيير المنشود. نعم نعم، إذن عضو ائتلاف دولة القانون السيد خالد السراي كنت معنا، شكرا جزيلا لك.